نحنا بنتنا لو كانت متوفية بحادث سير، نحنا جماعة منا بعاد عن الناس، بنسامح بحقها وبنقول عفى عما مضى. أما البنت تغتصب بطريقة وحشية من خال يلي هو لازم يكون مصدر حنان لإله ويدلوا 4-5 أيام حريرة من أكل وحريرة من الحكمة وتموت، هذا الموضوع لم نبل نهاون فيه ولا يموت ليه مثل ما عاد ما مات الطفل عنا نهائيا. مهم جدا 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 نعرف أنه هذا مش حكم نهائي بعد ما خلصنا، لذلك نحن اليوم لازم نوقف كلياتنا وقفي جامدة، وقفي جامدة وقوية، ما نقبل بأقل من عقوبة الإعدام. واثق تماما كلهم حيمضوا، هذا الموضوع لازم نقدمه رسميا للمجلس النيابي وإن شاء الله حنجيب موافقة عليه. بعد صدور حكم الإعدام الظني بحق كل من مغتصبي الطفلة لين طالب، خالها وجدتها وجدها وأمها، نحن الآن في منزل والد الطفلة لين طالب حيث يعقد مؤتمر صحفي، تابعوا التفاصيل. بالبداية بحب رحب بالحضور الموجود معنا هون، وبحب رحب بالتحديد بممثلي وسائل الإعلام حضرتكم اللي عم تتعبوا معنا وعم توصلوا الرسالة. أنا بدي أحكي بثلاث نقاط ما حطول كتير، أترك الكلام لباقي الزملاء. أول نقطة التحقيق اللي صار والاتهام اللي صار لمالة الأب، والنقطة اللي صار والحكي عن التدخلات السياسية، والنقطة التالتة عن التحقيق اللي طول وعن مجريته. بالبداية كلنا نعرف وقت نزل ابن عمتي على فصيلة المني اللي يحتلي الدعي، وقت عرفنا انه في اغتصاب وضحت الصورة عند الاهل الام انه عندهم النية ما يعترفوا بالجريمة اللي حصلت عندهم، ويكبوا الاتهام على بالبداية على والد الطفلة وعلى عمه مهاد. هون اجى الرد سريعا مباشرة من الاجهزة الامنية من القضاء، يلي انا بقول بوجه تحية كبيرة للرئيسة ماتيلدا توما والرئيسة سمرادة نصار، وبقول لهم من خلال حضرتكم انه رجعتوا ثقة الشعب اللبناني بالقضاء اللبناني، رجعتوا ثقة الناس عامة، رجعتوا ثقة العالم بكامله بالقضاء اللبناني من بعد ما اكتشفتوا الجريمة اللي حصلت بدون أي اعتراف، بدون أي ضربة كف، بدون أي أنواع التعذيب للمتهمين. هون بلشت الخيوط تبلش من وقت ما وصل الطفل اللي عند الأهل الأم، وبلشت الروايات تطلع انه الطفلة وصلت من عنا مغتصبة. هون بلشت تنكشف الامور وقت راحوا لعند الطبيب ب 26 شهر لحتى لي يعينوا لها كتفه، ب 29 راحوا لعند الدكتور الدهيبي يلي كانوا مصرين انه يعلقوا لنا مصل عند الدكتور بالعياده، واصر الدكتور مع لحتى لي كمان يروحوا على المستشفى، كتب لهم تقرير هون كمان اتمنوا يروحوا على المستشفى لحتى لي ما يظهروا حقيقه الطفل المصاب اللي صابه. هون بعدين ثبت انه الجريمه وقع على الخال، وثبت انه الجد والجدي والام. انا بدي اسمع لنفسي من اليوم ورايح احكي الحقيقه مثل ما هي. انا كنت قبل قرار الظني تقول ما بتهم حدا وما اسمع لنفسي وجه اي اتهام لحدا، انا اليوم بدي اقول بالفم الملقان انا بوجه تهمي للخال مباشره، بوجه الجريمه للام والجد والجدي اللي هن تكتموا عن المعلومات اللي حصلت عندهم وتمنعوا يعون الطفله، الشيء اللي ادى بوفاته والاسباب اللي حصلت معه والالتهابات العاليه والحراره العاليه اللي صدرت عنه. نفس المسار التحقيق يلي صدر عن الرئيس سمراندا نصار، بدنا الحقيقه تطلع بالنهايه كامله، ما بدنا نرجع من الحكم الاعدام لنرجع للحكم المقبل، لنرجع بعدين لفتره قصيره بالحكم لحتى لي نحن بس بدنا نعرف نوضح شغله. نحن بنتنا لو كانت متوفيه بحادث سير، نحن جماعه منا بعاد عن الناس، بنسامح بحقها وبنقول عفى عما مضى. اما البنت تغتصب بطريقه وحشيه من خال يلي هو لازم يكون مصدر حنان لإله، ويرجع الجد والجدي والام يتكتموا على الموضوع ويدلوا 4-5 أيام حريرة من أكل وحريرة من الحكمة وتموت، هذا الموضوع لم نبل نهاون فيه، وهذا الموضوع لازم يكون فيه أكثر من الإعدام فيه لحتى لكل إنسان تسوله نفسه يرجع يفكر بالاغتصاب لطفل مثل لين، توقف المسلسل هذا نهائيا وما يعود في عنا ولا حالة اغتصاب ولا يموت لين مثل ما عاد ما مات الطفل عنا نهائيا. يعطيكم العافية أول شيء وأهلا وسهلا فيكم كلكم. ما حزيد بموضوع بشاعة الجريمة لأنه أساساً ما في كلام بيوفي عن جريمة العصر اللي ارتكبها، أكيد منه من البشر يعني. أنا حأختصر وحأحكي بالمسار القانوني فقط لغير. إذا بنرجع من الأول، نرجع أول ما صارت حادثة الوفاة، صارت التحقيقات الأولية، كان على رأس التحقيقات الأولية النائب العام الاستئنافي بشمال القاضي ماتيلدا توما.
بمساعدة الضابطة العدلية إن كان فرع المعلومات أو 11. انتهى الملف من بالتحقيق الأولي وراح عند قاضي التحقيق. القاضي سمرندا نصار كمان مشكورة، رجعت عملت التحقيقات اللازمة وبالنتيجة صدر القرار الظني يلي يمكن كلكم طلعتوا عليه بالإعلام. مهم جدا 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 نعرف أنه هذا مش حكم نهائي بعد ما خلصنا. أول مرحلة مرضية جدا. في مراحل لاحقة شو هي؟ هلأ الملف حيروح على الهيئة الاتهامية. الهيئة الاتهامية هي كمان قضاء تحقيق. يا بتعتمد على التحقيقات اللي صارت قبل، يا إذا لقيت في داعي بتتوسع بالتحقيق وبتصدر بختام شغلها قرار اتهامي. كمان لازم نضل نطلب من الإعلام إنه يضل عم يتابع هالقضية لأنه ما خلصنا. آخر شيء بنوصل على محكمة الجنايات يلي هي بيصير قدامها محاكمة علنية، بترجع كل الأدلة اللي بتنطرح على المدة عليهم بجلسات علنية وبتصير المرافعات وإلى آخره. نتمنى ينوصل، مش منتمنى، حنقوم بواجبنا بكل مرحلة من المراحل اللي جاية. وشكرا جزيلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على نصرة الحق وعلى رفع الظلم عن المظلوم وعلى قول كلمة الحق. هذه أول مسألة. وإن شاء الله أنتم اللي بنشكركم كلكم الموجودين وسائل الإعلام، إن شاء الله بتكونوا من هالصنف من الناس اللي بتظهروا الحقيقة، بتنصروا المظلوم وبتاخذوا على يد الظالم، لأنه إلكم دور كبير في هذا المجال. هذا بكل صراحة. شوفوا ما أجمل هذه الآية: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يعني بالمفهوم هكذا المبسط، عندما نأخذ على يد الظالم ونقتص منه بالعقوبات التي جعلها الله سبحانه وتعالى رادعة في هذا المجتمع، منكون أبنينا للآخرين حياة أفضل. لذلك نحن اليوم لازم نوقف كلياتنا وقفة جامدة وقوية. ما نقبل بأقل من عقوبة الإعدام، بكل صراحة ما نقبل بأقل من عقوبة الإعدام. ليش؟ لأنه عم أسمع أنا عن الأختين الفاضلتين بالقضاء، أزن توما ونصار. بقول لهم بكل صراحة، بوجه لهم كلمة عبر وسائل الإعلام، بقول لهم هنيئا لكم، حكمكم الذي خرجتم فيه بهذه القضية يوافق حكم الله، يوافق حكم الله. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى شرع أن القاتل يقتل وأنتوا طلبتوا بالإعدام، فهنيئا لكم ثم هنيئا لكم ثم هنيئا لكم. مثل ما ذكر الأستاذ عمر المحامي، أنه القضية بدأت تتحول من محامي إلى من قاضي إلى قاضي آخر. بتمنى مثل ما اليوم عم يذكر بالخير السادة القاضيتين اللي تدخلوا بالموضوع وحققوا فيه، طلعوا بالنتيجة، عم يذكروا. بقول لهم اياها بكل صراحة، توصلن عبر وسائل الإعلام، أنتوا دخلتوا باب التاريخ بهذه القضية من أوسع أبوابه، لأنه ما قبلتوا تدخل سياسيين ولا رديتوا على حدا، حققتوا بنزاهة بشفافية وطلعتوا بالنتيجة اللي طلعتوا فيها. ونحن بحاجة كل القضاة يكونوا أمثالكم. هذا بكل صراحة. بحب أتوجه إلى الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان، من رئاسة مجلس وزراء إلى مجلس نواب إلى النواب إلى الوزراء جميعا. بقلنا تصوروا لو أن الطفلة لين طالب هي بنت أحدكم، ماذا يفعل؟ بيقول له غسل ديك ومشي، ولا بده يقيم الدنيا وما يقعدها، ولا بده يطالب بأعلى المطالب، ولا بده يلحق بالقضاء لآخر نقطة. وبيقول له بكل صراحة، وهذا اللي عم نقوله ليوصل، إذا القضاء ما وصلنا للنتيجة المرجوة، أنا بظل آل طالب في سفينة وأهل سفينة ومن معهم وحولهم من القرى، كل القرى وكل البلدات، ما بدن يسكتوا إلا ما يوصلوا بهذه القضية إلى خواتيم ترضي كل البشرية. لأنه اللي بيتابع وسائل الإعلام في لبنان ومشكورين أنتو، وخارج لبنان القضية لم تعد قضية داخلية لقضية أهل سفينة ولا قضية أهل الشمال ولا قضية أهل لبنان، بل أصبحت قضية على مستوى الوطن العربي والعالمي. بقولها بكل صراحة، مطالبة توصل لكل مسؤول بهذا البلد. عم يقولوا أنه حكم إعدام بلبنان معلق منذ فترة. نحن نطالب أن يكون هناك حالة استثناء بإعدام الفاعلين وكل من فعل فعلا يشابه هذا الفعل. أولاً بدنا نقول نحمد الله اللي وصلنا ل شبه خواتيم سعيدة حسب القانون، إسا كان مرحلة تانية. ولكن بدنا نضوي على موضوع أنه الإعلام أو الرأي العام وأساسه الإعلام كان لعب دور كتير مهم.
الى جانب الامنيين والقضاء. انا كنت باحدى المرات عم اتابع وعم رجع الملف، بوصل لعند العميد خالد حمود ولعند لواء عثمان بالاول، بعدين العميد خالد حمود، فكان رايهم ولا ممكن يناموا على هذا الملف مهما كلف الثمن ومهما كانوا في عندهم صعوبات ببعض المعلومات، اصروا على انه يتابعوا الملف لاخر لحظه. كما انه القاضي ماتيلا توما والرئيس سمراندا نصار بعتقد كان ببعض الاساءات يقول والله انه حيتدخل حدا وينيم الملف. كل اللي كانوا مسلمين الملف قضائيا او امنيا كانوا من خيط اهل الخير، اهل الحكمه، اهل المنطق. والاستاذ عمر كان هو بالمباشر صحيح، بس ولكن كان في على جنبه كثير من الجنود المجهولين اللي كانوا الى جنبه وعم يساعدوا بهذا الملف. انا بموقعي كنائب انا بطلب من المحامين اي قانون بهذا الموضوع وبهذا الملف بيجيب ويوضع حد ويوضع رد عسى اكثر من هيك، فانا جاهز اقدمه بالمجلس النيابي ونجيب موافقه عليه بالمجلس النيابي لحتى ياخذوا الحكم الاعلى على مستوى العالم كله، انه يعرفوا نحن هون بنشرع للصح، بنمشي بالصح، ما بنمشي بنغطي بالغلط، ولا حنغطي غلط ولا حنقبل نسير على حساب دم لين طالب اللي هي صار دم كل العالم مسؤول عنه. فبنرجع بنشكر الجميع اللي وقفوا، الله يعين الاهل، يمكن بالمباشر يمكن النار بتحرق محلها صحيح، الله يعينهم، مر عليهم مرحله صعبه. بنقول نحن الى جانبكم كما كل العالم الى جانبكم، وبنتمنى نحميكم نكمل لاخر لحظه وما حد يشوفونا الا ابدا ولا تلك ولا 1%، الا بالعكس تصميم اصرار وتصميم وتاكيد على انه نحن مكملين معكم للاخر. مشهورين وكل الاعلاميين نحن رجع نشكركم مره ثانيه، لكم كان لكم دور كبير، يعطيكم العافيه. نحن بالبرنامج بنشد عينكم يا حاج وليد. على محمل الشهاده مثل ما تفضل فضيله الشيخ وقال انه طالب باستثناء وحكم على الاعدام، هل هذا الموضوع انت بما انك سلطه تشريعيه هل راح تاخذ هيدا الكلام على محمل الجد وطالب بحكم الاعدام يكون في استثناء؟ انا طلبت قبل وقلت انا كنائب انا حضر مشروع، وكمان هلا بطلب من الزملاء المحامين ان يحضروا المشروع، وندرس المشروعين مع بعضنا البعض ونتفق على مشروع واحد، وانا حمضي كل النواب كل التكتل معنا وكل النواب وكل واثق تماما كلهم حيمضوا هذا الموضوع، لازم نقدمه رسميا للمجلس النيابي وان شاء الله حنجيب موافقه عليه. ممكن نوصل لنتيجه بهيدا؟ انا برايي بنوصل، لانه كل لبنان اذا بقول لك كان عنده شعور انه هذا الموضوع لازم محاسبه على ابدا ابدا ابدا، لا ان شاء الله حنوصل حنحطهم بالجو.